كما ذكرت في تقديم نجم كبير كان معنا في مرة سابقة في لمعال اف ام، بعد غيابه عن الساحة الفنية لمدة عامين يرجع لنا النجم اللبناني ريان بقوة المرة هذه حتى يتابع طبعا مسيرته وانتاجاته الجديدة ويفاجئنا بعمل جديد الليلة ان شاء الله باش تسمعوا حصريا على موجة اذاعة تطاوين. خلينا نمشي مباشرة للبنان وريان معنا. بونسوار ريان. بونسوار، عسلامة. عسلامة، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ الحمد لله، لباس لباس لباس، الحمد لله. مساء الخير، مرحبا مجيد ومرحبا نجمنا ريان، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. الله يخليك. أهلا فيك. طبعا رجع لنا ريان وأنا نحب يعني نقول لك الليلة مبروك على الأغنية الجديدة ريان. شكرا شكرا، الله يخليك، وإن شاء الله بتمنى من كل قلبي تنال إعجاب كل المستمعين. يعني طبعا هذا بعد غياب سنتين مثل ما حضرتك ذكرت، رجعنا على الساحة بأول سينجل وإن شاء الله الأعمال التالية رح تكون إن شاء الله. أنا بدي أسأل نجمنا ريان إنه لشو هالغياب سنتين؟ إن شاء الله يكون خير يعني، بس غيابك كان كتير صعب علينا خاصة في المغترب، يعني بنشتاق إنه نسمع صوتك وأغنيك الحلوة. فالله يخليك. الغياب هو الغياب الأساسي كان انتهاء عقدي مع شركة روتانا، والتاني السبب الأساسي بعتبر هو كان أنه أنا رجعت على الجامعة وكملت دراستي الجامعية. ودراستي الجامعية يمكن لأنه أنا تخصصت بالحقوق فكان شوي بدأ تفرغ لأنه تعرف هذه المادة صعبة جدا، فقررت هيك شوي بعد لفترة سنتين عن الساحة الفنية، وهلأ من بعد ما تخرجت إن شاء الله في عودة قوية على الساحة الفنية. نعم، وهي مفاجآت عديدة طبعا، العودة هذه تظهرنا بلون غنائي جديد جديد كليا ومختلف عن النمط اللي كنت أنت يعني تقدم فيه سابقا في غنياتك القديمة. للمرة الأولى أغنية شعبية بعنوان وشوشتها، هي كلمات زياد جديد وألحان توزيع، أي والمبدع هو صبحي محمد صديقنا أيضا. الأغنية هذه اللي الليلة إن شاء الله باش نسمعوها حصريا، خلي نقدموا نسمعوا الأغنية، شنو رايك ريان؟ نسمعوا الأغنية ومن بعد نحكيوا عليها. نسمع الأغنية، يلا. أسمر برودكشن. وش وشتا كلمة بإيدنا، لا لا جسم الناعم رشافته، قلبا ويقع بيحضينا، لا لا لما بيداي الباستو. وش وشتا الحلم وعشته. مجيد حداد في لما على الاف ام مع المع نجوم العالم العربي. تطلع جو الدو، هيدا حب جنون ما في.
مجيد حداد في لمة على الأفام مع ألمع نجوم العالم العربي. تكيت عايدي خدها طلعت منها تنهيدي حسيت مثل البدا تبقى العمر عايدي لحظة غمضت عينيها شدتني بقوة إليها وبلمس من إيديها إحساسي شعلته هيدا حب جنون في مثله بهالكون وهيدا حب جنون ما في مثله بهالكون لكن ولا بيكون مثل الحلم وعشته لكن ولا بيكون مثل الحلم وعشته From Tunisia to the world Tatooine Radio going live Under one way. Your favorite superstars on air. This is Together on FM. With Majid Haddad. موصلين معكم طبعا هذا اللقاء المباشر اللي مع نجمنا نجم مميز جدا اللي غنية هذه اللي باش نحكي معها طبعا لانه أغنية جديدة أغنية ان شاء الله تاخذ حظها كالأغاني او اكثر من الأغاني القديمة لريان نمطه جديد الى حد الان شنو الانطباعات ريان على الأغنية هذه الجديدة الحمد لله الحمد لله يعني ردود الفعل عم تكون احسن اكثر مما كنت بتوقع الحمد لله ردة فعل الناس رجعتني لأيام انطلاقتي وقتها قدمت أغنية أحلى غرام وكان هيدي لهفة الناس على الأغنية هلأ عم برجع حاسة يمكن من أول وجديد فالحمد لله كتير سعيد بهذا الشيء أنا جميل جدا أيضا عندك جمهور كبير قاعدة جماهيرية كبيرة ريان سواء في تونس ولا في المغرب ولا أيضا في الدول العربية سواء أيضا الجاليات العربية اللي موجودة البرة يعني الفترة القادمة إن شاء الله فما مواعيد مع الجمهور أنا إن شاء الله ب 21 الشهر هيدا رح سافر على أوروبا عندي بالسويد وبهولندا بإذن الله نعم. أكيد رح يكون في عنا بالصيف بتونس هيدا شيء طبيعي جدا يعني تونس قد ما أحكي أنا عن تونس بكون مقصر بحق تونس فضلة كتير 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 علي كبير يعيشك ريان على ريان وعلى كتار من الفنانين اللبنانيين والعرب مش بس علي اسمح لي وجه من خلال إذاعتكم كريمة تحية كتير 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 كبير من القلب لتونس ولجمهور تونس الله يخليك وإن شاء الله بيكون في عنا طبعا لقاء مع جمهور التونسي يعني أنا صار لي 3 سنين على رأس السنة صارت بتونس يعني هذه صارت شيء طبيعي بشهر سبتمبر إن شاء الله رح نكون بجولة بأمريكا بإذن الله نعم بالنسبة لمتعهدي الحفلات ومديري المهرجانات اللي يسمعوا فينا الآن على الهواء يعني إذا طلبوك أنك تكون حاضر إن شاء الله في المهرجانات إن شاء الله تلبي الدعوة في صيف 2014 أنا هذا الشيء بيشرفني طبعا بإذن الله ريان أنا حتى نكونوا متفاهمين حتى الناس اللي يسمعوا فينا طبعا المسؤولين اللي يسمعوا فينا يكون بحذانا ريان إن شاء الله الصيف هذايا أمتى حيشرفنا على أمريكا لأنه أمريكا هلأ سوقها كتير عالي بالنسبة للفن العربي وعنا إقبال كتير يعني إنه الجاليات كلها بعطش وبشوق لسماع أغاني من مطربينا الأعزاء بس هو جاوبنا وقال إنه جاي إن شاء الله بسبتمبر يعني سبتمبر حتكون عنا إن شاء الله مزبوط بإذن الله أنا بسبتمبر رح كون بأمريكا لأول مرة أنا سبق وغنيت طبعا بكندا إنما هالمرة كمان إن شاء الله رح نكون بأمريكا بشهر سبتمبر بسبتمبر بجولة بعدة ولايات بأمريكا وأكيد لوس أنجلوس رح تكون محطة أساسية طبعا يا هلا بتشرف يا أهلا وسهلا فيك
مرحبا. الله يخليك. محمد من مصر، تحية كبيرة كبيرة للفنان ريان، شكرا ليك. إذا باش نمشي للتحايا نفتح باب كبير الليلة، فيعذرون البقية طبعا محبي ريان الليلة. عندك تحية من سوريا، نيبال يسلم عليك برشا برشا برشا. نيبال الشادي أيضا، تحية للنجم ريان يسمع فيك حاليا طبعا من سوريا. جهاد من الأردن كذلك، أيضا منير، شادي أيضا، شادي ثاني هذا من سوريا كذلك. أصدقائنا الحسين محمد اللي هو أعلامي موجود حاليا في سوريا يسلم عليك، دائما متميز يا ريان. رباح سوريا موجودة بالأردن، سهرة رائقة الليلة بوجود ريان. جواد شكرا ليك، عاشق الموسيقار شكرا. شكرا للكومنتارات وتعليق الكل اللي جي طبعا في حق ريان الليلة. ريان شنو رايك نسمع حاجة الليلة في اللايف ومن بعد نمروا إلى الأسئلة السريعة؟ نسمع لايف، شو بتحب تسمع؟ اتمنى والله نتمنى حاجة فيروزية من عندك الليلة. يلا يلا. عايشك. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب أخذها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي. لا أول مرة ما منكن سوا، سألوني الناس عنك سألوني، قلت له نراجع وعتلوموني، غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني، جن الهوى وبكان الهوى. لا أول مرة ما منكن سوا. الله يسلم هالصوت ريان الليلة اللي منور لمع على الأفام. جي اي بي أسمر برودكشن. هذا هو ريان، سألوني الناس. جننت الجمهور اللي يا ريان. هيدا بكل فخر بقول، هيدا أجمل حفل بكل مسيرة الفنية، حفل كارتاج كان رائع جدا جدا جدا. طبعا هذا الحفل كنت حاضر أنا وقتها، ويعني شفت تفاعل الجمهور معك. الحمد لله، يعني ما في خبرك الشعور اللي ما زلت لليوم، يعني كل ما أتذكر هذيك اللحظات الرائعة الرائعة جدا. لكن يتعاود يا ريان، يعني تتعاود مرة أخرى وما أحسن إن شاء الله. أكيد بإذن الله. يعني طبعا مسرح كارتاج مسرح مهم، وطبعا هو إضافة لكل فنان، يعني كل فنان بيغني على هذا المدرج بحس بفخر كبير. أكيد يعني تفاعل الجمهور، يعني أنا أكيد إنه الجمهور بيغني من أحلى من أي فنان بيغني على مدرج كارتاج، قد ما بيغنوا حلو، قد ما الجمهور التونسي رائع بفنه وبأذنه الموسيقية وبتذوقه للفن.
نعم جميل جدا. أيضا راديو لبنان تحية الريان نسمع فيه مباشرة الليلة معاكم, شكرا لكم. أيضا أحمد يوسف من طرطوس من سوريا يسلم عليك برشا برشا برشا, شكرا اللي يسلموا يعني على ريان الليلة, وشكرا للجميع. صحيح نعم أكيد أنا من كل قلبي اسمح لي حبيبي مجيد أنه نتمنى أنا وأنت وكلنا السلام لبلدنا الحبيب سوريا, وإن شاء الله تخلص كل هالمشاكل على خير, لأنه سوريا كمان لها فضل كتير كبير علي, وبتمنى السلام بأقرب وقت يا رب من كل قلبي, بتمنى السلام لا سوريا الحبيب ولكل عالمنا العربي يا رب. شنو تغني لها سوريا الليلة؟ يا مالي الشام ويلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي, لو المطال طال وطول لا بتغير ولا بتحول, مشتاق لك يا نور عيوني, مشتاق لك يا نور عيوني, مشتاق لك يا نور عيوني, حتى نعيد الزمن الأول, يلا يا مالي يا حلو تعالي. أيوة إن شاء الله نمشولها مع بعضنا الشام أنا وياك. يا رب يا رب من كل قلبي, ومنزور كل الدول العربية إن شاء الله يا نعيش رب. بسلام ومحبة ومنكسر كل هالقيود اللي بيناتنا, ومنصير فعلا أمة عربية واحدة إيد بإيد, وكلنا نعيش حياة حلوة بإذن الله يا رب. إذا التطاوين صوت الوطن مجيد حداد في لما على الأفام مع المع نجوم العالم العربي. ومن نجومنا العربية ريان ليلى اللي باش نمر معاه ومع سلوى طبعا إلى الأسئلة السريعة. جاهز ريان؟ جاهزين. أهلا وسهلا صديقي الغالي ريان, من وقف إلى جانبك حتى تنجح في مسيرتك؟ الله ونعم بالله الحمد لله. إيلي أسمر شنو رأيك؟ خيي وحبيبي ومدير أعمالي طبعا من الناس اللي ناجحين واللي عنده فضل كبير, وأيضا من الناس اللي هما ثقة, من الناس اللي هما متعاونين جدا 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 مع ريان وعنده محبة خاصة ريان. صحيح نعم صحيح. بالنسبة لك أنت أغنية لغيرك تمنيت أنها تكون لك أنت الأغنية هذية؟ من الأغنيات اللي يمكن تحبها كتير إذا كنت بعذابي راضي لو إجا صار. إيه جميل. من المقرب فنيا ليك من الفنانين من المطربين المقرب لريان؟ طبعا في احترام كتير كبير بس لا أحد. واضح. ريان من طعنك في الظهر؟ كتار. من الوسط الفني ولا خارج الوسط؟ من الوسط ومن خارجي. تحب توضح أكثر ولا نكتفي؟ والله بتعرف شو صاروا من الماضي يعني, فخلينا ننظر لقدام. واضح. ديو تتمنى تغني مع من؟ نجوى كرم شمس الأغنية اللبنانية محمد الألقاب طبعا. أي نعم. نمر لسلوى ومجموعة من الأسئلة من عن سلوى. بحب أسأل نجمنا ريان, هو بيحكم على الناس من أول مرة؟ داني علمتني أنه ما أحكم على الناس من أول مرة. شو دور الألقاب الفنية بشهرة الفنان؟ يعني أنا مع أنا بفتخر أنه أنا بمدرسة أستاذ وديع الصافي, وأستاذ وديع الصافي كان بيقول الله يرحمه أنه لقب الفنان هو اسمه, الاسم هو أهم لقب للفنان. بعتقد أنا من هالمدرسة. عظيم جدا. شو هي أهمية الحضور المسرحي بالنسبة لإلك؟ يعني الكاريزما هل هو يعني له أهمية للفنان؟ أحلى طلة الريان يعني, هذا بشهادة طبعا عديد الأصدقاء المقربين. أكيد أنا بعتقد أنه الكاريزما تلعب دور كتير كبير مع الفنان ولصالح الفنان.
أكيد لأنه هو مع تفاعل مباشر مع الناس، فالكاريزما أكيد تلعب دور كتير كتير مهم. أنا نعم. بدي إياك تعذرني اليوم لأنه شوي مريضة، صوتي ما عم يطلع منيح عشان هيك ما عم بحكي. ألف سلامة لأنها واخذة غريبي. لما بيحكم عليك الجمهور بأغانيك أو بأي عمل فني، لوين بيدفعك هالشي؟ هل بتاخده بعين الاعتبار؟ بعتقد الحكم الأساسي بمسيرة الفنان طبعا هو الجمهور بالإضافة للصحافة، فأكيد الجمهور هو اللي بيخلي الفنان يبين انه الفنان يمكن اخطأ بمحل معين وبمحل تاني اصاب. واكيد انا على الصعيد الشخصي اهم شيء عندي ردة فعل الناس، واكيد بياخد برأي الجمهور طبعا. نعم، فما سؤال من محمد من مصر. أستاذنا الغالي ريان، من الأصوات القوية غنيت يا حب اللي غاب للموسيقار ملحم بركات، هل هناك تعاون قريب بألحان مع الموسيقار ملحم بركات؟ أكيد بوجه من خلال إذاعتكم الكريمة تتوين تحية كبيرة للأستاذ ملحم بركات. إنما هلأ حاليا لا، ما في أي تعامل بأي عمل. لا، وإن شاء الله يكون فما تعاون. تحية طبعا للموسيقار، موسيقار اللي كان ضيفنا طبعا في أكثر من مرة على الهواء مباشرة في لما على فهم، ويتابع فينا أحيانا، صديقنا بجرأته بحبه الكبير طبعا التونس، حبه الكبير أيضا لبنان. تمنيت والله نجمعكم الاثنين في لقاء واحد إن شاء الله بإذن الله. ريان، أول طلة ليك لتونس، إلا ويكونوا معنا إن شاء الله الموسيقار بإذن الله، نكونوا مع بعضنا. يشرفني هذا الشيء. يعيشك، الله يخليك ريان. ليلى يعني مدللين عليك برشا ليلى، شنو رأيك نسمو حاجة ليك أنت من أغانيك الخاصة لا. طبعا حتى نذكر الجمهور الليلة. نسمع نعم، شنو نسمعه؟ ياللي تحبوا يا ناس غايب ما بيسأل عن كلمة حب وإحساس، سرق لي قلبي يا ناس مكلوني عن غدر ما تحكوني، لو تزعل مني عيوني صرخة قلبي بتقول أنا مش قادر أنسى غيابك وأنسى أحلى غرام، أنا بيعز علي بعدك مهما طالوا الأيام، دمعاتي بتشهد عفراقك وعيوني ما بتنام، أنا من دونك عمري دايب وفراقك والله حرام. جي اي بي أسمر برودكشن. ريان محلك كي تغني لايف. شكرا يا حبيبي، عايشك ربي يخليك. عايشك، أهلا وسهلا. طبعا إن شاء الله نشوفوك قريبا في تونس. حبيت أنه الأغنية هذه الوشوشة، الأغنية اللي هي جديدة، راجع بها بقوة المرة هذه بلون جديد، بلوك جديد أيضا، حتى اللوك يعني باش نحكي عليه، لوك ريان الجديد. الصور موجودة طبعا على الفيسبوك، أيضا الصور موجودة على المواقع، الكل صور جديدة، معناها بلوك رجع لهم، رجع بقوة المرة هذه. صحيح صحيح. وكمان طبعا اسمح لي من خلال إذاعتك الكريمة وجه تحية كتير كتير كبيرة للصحافة التونسية اللي فعلا وقفت حد، والصحافة التونسية معروفة بنقد البناء، فاسمح لي من خلال إذاعتك الكريمة وجه تحية كتير كتير كبيرة للصحافة التونسية. الله يخليك ريان، أهلا وسهلا بخويا ريان. من الأصوات المتميزة اللي عرفوا عليك الجمهور لهنا في تونس ولا على مستوى الوطن العربي، عذوبة الصوت، الحضور الركحي المتميز. طلة سلوى من شوية كانت تحكي على الطلة في بعض الأسئلة، طلتك دائما عندها ميزة خاصة، فما سحر خاص للتبعث في الجمهور، فما الثقة في النفس اللي هي موجودة، وجود الثقة هذه يعني بقدرات الصوتية، بالطبقة الصوتية، بما تقدمه من فن جمهورك، هذا الكل أكسبك هذه التجربة اللي هي ناجحة إلى حد الآن، وما زالت أيضا مثمرة في الفترة القادمة بإذن الله. هذا باش يخليك أنه إن شاء الله في موعد مع الجمهور اللي تحدثنا، إن شاء الله عندك مواعيد قادمة، عندك في أوروبا، عندك أيضا في الدول العربية، أيضا خلال برامجك
ريان خلال برامجك الغنائية، يعني أغاني ريان فقط وإلا أيضا أغاني غيرك الاثنين تغنيهم؟ لا أكيد، بالإضافة للأغاني الخاصة بغني كل الألوان طبعا، اللون الجبل اللبناني، التراب الشعبي المصري، التراب المصري، المواويل، وهلأ كمان يعني من خلال إذاعتك هذا سكوب، أنه أنا هلأ بطورة التحضير لأغنية تونسية إن شاء الله رح أقدمها قريبا جدا جدا. جميل، هذه الليلة حسرية. نعم. سجلي عندك حسرية. يا سلوى حسريا الماز ميكس. سجلت أوريدي. بحب أقول له لريان، ممكن ما عملت تعريف عن نفسي. أنا أول شيء بشكر إذاعة تطاوين، إذاعة تونس الأولى، وزميلي وحبيب القلب صديقي مجيد حداد، وهالإذاعة الحلوة المميزة واللمة على الأف أم. وأنا بشكره على استضافته لإلي ببرنامجه يوم الثلاثة بعض الأحيان، لأنه هالتعاون هالفني الإعلامي المميز ما بتلاقيه وين ما كان. أنا بلوس أنجلوس بشتغل بشركة almazmix.com، موقع إلكتروني وتواصل اجتماعي عبر الإنترنت. وهالموقع هيدا بيعمل تغطية فنية لكل شيء بيختص بالفن، عشان هيك التقينا أنا ومجيد مع الفنانين ومع النجوم الكبار يلي مثلك استاذ ريان. انا اكيد بتشرف معرفتك وان شاء الله اكيد، وبشكر مجيد على الواسطه اللي خلاني كمان اتعرف بواسطته على حضرتك، فانا بتشرف معرفتك وان شاء الله بيكون في عنا لقاءات بالمستقبل معكم، وان شاء الله بس نجي كمان على امريكا نتشرف معكم ان شاء الله يا رب. اهلا وسهلا. طبعا ريان اخذنا الوقت معك بسرعه ما شاء الله الليله، باش ناخذ السينياتور الخاصه بريان الليله في برنامج لمع على اف ام، واسمعوني مع مجيد، اسمعوني مع سلوى الليله، حتى تبقى لنا طبعا البصمه الخاصه بريان في طبعا الاغاني اللي تجي كلها اي جديده ريان الا تهبط عليه البصمه الخاصه بك. كل جديدة على لمع اف ام معكم ريان، اكيد تسمعوا كل جديدة وكل اخباري عبر اذاعة تطاوين معكم ريان. مرحبا، معكم ريان، اسمعوا كل جديدة وتابعوا كل جديدة على الالماز ميكس. نعم، ونحيي طبعا الليلة راديو ميديليست اف ام من امريكا الليلة اللي طبعا في متابعة اسبوعية. شكرا لرياض الفايز السيداوي، للمجموعة الكل، الكيب اللي معاه من امريكا راديو ميديليست اف ام الليلة. ريان ان شاء الله نلتقي في تونس قريبا باذن الله، ويكون لنا حوار اطول من هكا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي. الله يخليك. نقول لك تحية لكيب كامل، رشيد بوزاخر، مفتاح خبير، عادل، مجموعة الكل اللي موجودين طبعا الليلة في الأستوديو لأمنوا هذه الرحلة الليلية، كلهم يسلموا عليك لكيب كامل. سلم لي على الجميع وبوص لي إياهم وتفطكوا صحيح. الله يخليك يا ريان، إن شاء الله مزيد من التوفيق، إن شاء الله وشوشتا، إن شاء الله الأغنية هذه تكون ضاربة 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 في الأسواق، والأغنية الجديدة ننتظرها منك يا رب. الله يخليك، شكرا لك ريان، نورتني الليلة، إن شاء الله مزيد من التوفيق والنجاح والتألق بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا.